حبيبة دكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام بجامعة ميريلاند. دكتورة سحر أهلا بحضرتك. بعض من تابع الزيارة وصفها أكثر من مرة بأنها ربما زيارة شخصية، هذه زيارة للكونغرس وليس للإدارة الأمريكية. بيلوسي تمثل نفسها فقط، هل يجب أن ننظر للزيارة بهذه الطريقة وكيف نفسر توقيتها؟ شكرا لكم على الاستضافة. زيارة حقيقة مثيرة للجدل على أكثر من مسار وأكثر من محور. نعرف أنها جزء من جولة نانسي بيلوسي الأسيوية. كان هناك تكهنات بين أن تتم الزيارة وبين أن يتم إلغاء هذه الزيارة. ونعرف طبعا أن الحكومة الأمريكية كان لديها بعض التحفظات على هذه الزيارة الشهر الماضي، عندما سئل الرئيس جو بايدن عن احتمالات أن تقوم نانسي بيلوسي بهذه الزيارة لتايوان. قال لا أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة. لم يكن هناك ترحيب من البيت الأبيض ولا من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لهذه الزيارة، نظرا لما لها من معاني تخص طبعا انحياز الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة لاستقلال تايوان واعتبارها جزءا منفصلا عن الصين، وهو الأمر بالتأكيد الذي يرسل رسائل قوية جدا للصين لم تخفى على أحد. وكان هناك الآن كثير من الاتهامات والتحذيرات المتبادلة بين الجانبين. بس إذا كانت واشنطن نفسها تفكر بهذه الطريقة يا دكتورة، حتى الرئيس نفسه، إذا من حق الصين أن ترد بالطريقة التي ردت بها؟ وصلنا إلى حد أنها هددت بشن أعمال عسكرية محددة الهدف. بالفعل بدأت بالفعل بعض الطائرات حتى تحوم حول الحدود الفاصلة بين الصين وبين تايوان. هناك بعض التدريبات العسكرية التي بدأت الصين في التخطيط لها. هناك بعض الغارات الجوية ربما تكون محتملة أيضا، أو حتى بعض الإطلاقات، إطلاق لبعض الصواريخ. كل هذه أمور محتملة من الجانب الصيني كنوع من أنواع الرد على هذه الزيارة التي وصفتها الصين بأنها بين قوسين تعتبر تهديد صريح وواضح لكون تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، أو ما تسميه الصين بالأراضي الصينية الواحدة. بس هل تعتقد فعلا أن هذا التهديد موجود يا دكتورة؟ يعني هل الإدارة الأمريكية فعلا ليست راضية عن هذه الزيارة، ولا هي يعني سياسة توزيع أدوار ما بين نانسي بيلوسي والرئيس؟ يعني نانسي بيلوسي ليست شخصية هينة تماما. أنا أبتسم لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها دوما سياسة تسمى بسياسة الغموض الاستراتيجي فيما يتعلق بتايوان تحديدا. يعني كانت من الناحية النظرية ومن الناحية الأخلاقية تقول نحن ندعم موقف الشعب التايواني وحقه في أن يكون لديه استقلال وسلامة أراضيه، ولكنها لم تقحم نفسها أبدا بأي شكل مباشر أو غير مباشر في هذا الأمر. فربما كانت هذه الزيارة بالفعل هي رسالة يعني إلى الصين بأننا لن نسمح لك بابتلاع تايوان. وتوزيع الأدوار هنا فعلا هو أحد السيناريوهات المنطقية جدا والمحتملة، بمعنى أن الرئيس بايدن يتحدث مع نظيره الصيني سابقا، وكان الحديث عن مسارات تجارية، مسارات اقتصادية، تعاون وكل هذه الأمور. ونعرف طبعا أن هناك توترات أصلا في العلاقة ما بين الصين وما بين أمريكا على خلفية عدة مسارات، قضايا تجارية وتكنولوجية وغيرها، وطبعا قضية دعم الصين اقتصاديا لروسيا، وأحيانا فتح ثغرات لها للتغلب على يعني السانكشنز او العقوبات الاقتصاديه المفروضه عليها على خلفيه الغزو لاوكرانيا. نعم. فهذا هو الموقف. وفي المقابل عندما تكون هناك زياره تعتبر زياره اكبر مسؤول امريكي لتايوان منذ 25 عاما، منذ ربع قرن، فهذه رساله ايضا تقول لا يسمح لكم يا صينيين ان تقتربوا من تايوان او ان تبتلعوا تايوان. فالسياسه كما نعرف هي سياسه العصا والجزره، فيها جانبين، جانب يحاول ان يفتح باب الدبلوماسيه والحوار، وجانب اخر يشير باصابع التحذير الى الصين، وهي رسائل لم تخفى على الصين بطبيعه الحال التي تبدو دكتورة الان متحفزه جدا. اشكر حضرتك دكتوره سحر خميس، استاذه الاعلام بجامعه ماريلاند من الولايات المتحده، شكرا جزيلا.